أكثر من 800 خبير عالمي في مجال المال والأعمال جاءوا من 28 دولة لحضور مؤتمر يورو موني السنوي في العاصمة المصرية القاهرة، وهذا لمناقشة الوضع الاقتصادي لمصر. ويتطرق المؤتمر لعدة مسائل تمس الأوضاع الاقتصادية، سيما ما تعلق منها بالإصلاحات الاقتصادية وعودة الاستثمارات في ظل أزمة العملات الأجنبية. قدرنا أن احنا نضاعف المبالغ اللي هي موجهة من البنك الأوروبي للقطاع الخاص. احنا ليه مهتمين نجيب المبالغ دي للقطاع الخاص من الهيئات الدولية؟ ليه؟ عشان هما بيدوا قروض طويلة المدى. ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي وجزء من الإصلاح المالي والإصلاح الضريبي، هذا البرنامج برنامج مصري 100% بالتعامل مع المؤسسات الدولية أيدوا هذا الإصلاح. تدهور الوضع الأمني في مصر منذ 2011 أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما المصدرين الأساسيين للعملة الصعبة، هذا إضافة إلى انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. إن الحكومة تحاول إعادة تعزيز النشاط واقتصاد البلاد، لكنها لا تزال بحاجة إلى الدعم من مناطق أخرى. مراسل يورو نيوز في القاهرة يقول: يمثل هذا المؤتمر بالنسبة للمستثمرين العرب والأجانب فرصة للاطلاع عن قرب على برنامج الحكومة الإصلاحي ومدى توفر البنية التحتية الجاذبة لاستثماراتهم في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية. محمد شيخ إبراهيم، يورو نيوز، القاهرة.